نقابة معلمين إعزاز 22/3/2012، أرى هذا الخراب وهذا التدمير الذي تعرضت له هذه النقابة من شبيحة الأسد والجيش النظامي الذي دخل إلى مدينة إعزاز، قام بتدمير النقابة بكامل أساسها، لم يترك شيئا على حاله، حتى دوائر التي تهتم بمعلمين البلد قاموا بتخريبها وتدميرها. يدخلون إلى باقي بلد ويأتون فقط بالدمار والقتل والرعب للأهالي وسكان البلد غير آبهين. هذه نقابة معلمين مدينة إعزاز 22/3/2012 تعرضت للسرقة والنهب من قبل عصابات الأسد